أهلا وسهلا مرة أخرى مع سلسلة إنتاج الكناري. إذا متتبعي قناة لبيب، مرحبا بكم مجددا. المشكل الذي يعاني منه بعض المربين والمشكل الذي وقعت فيه وهو نقص الكالسيوم. إذا السر وراء إنتاج بيض بقشرة جيدة وكيفية تعويض الطيور هناك لتعويض الطيور عن الكالسيوم، هناك سر، وخصوصا بالنسبة للناس، بالنسبة للمربين الذين يعانون مع البيض الطري ويجدون أنفسهم مع بيض طري ولا يعرفون ماذا يفعلون. وهنا أتكلم عن الحالات الاستعجالية، أي أنك تحتاج فورا مصدر للكالسيوم، فالفخار كالذي لدي هنا، أو عظم الحبار الذي أو ما يسمى بالسيبيا، هذا يحتاج إلى وقت لكي يهضم وتحويله إلى كالسيوم لكي يستفيد من الجسم. إذا عملية تحويل الكالسيوم من مادة كسيبيا أو الفخار أو رمل البحر تحتاج إلى مدة طويلة، والطائر لا يستطيع في خضم مرحلة، أو الأنثى في خضم مرحلة التبييض التي تكون ما بين 4 5 أيام. إذا السر لكي تجعل أنثاك تستعيد الكالسيوم بصفة سريعة، وللأسف هناك مجموعة من المربين لم يتطرقوا لهذا الموضوع إلا قلة قليلة، وهو استعمال المياه المعدنية. المياه المعدنية تحتوي على الكالسيوم، فهذه هذا الماء الذي بحوزتي يحتوي على حوالي 76.73 في كل العالم الكمية، لكن هناك مادة، هناك الكالسيوم في هذه في هذه لا نسيت اسم عبوة الماء. عبوة الماء تحتوي على الكالسيوم، والكالسيوم سهل يستفيد منه الجسم سريعا من خلال الماء، لأنه هي مر لأن استفادة الجسم وترك لا أعلم، نسيت المصطلح العلمي لتفكيك ذرة الكالسيوم في الجسم، لا تحتاج قوة ولا مجهود من الطائر، ويستطيع أن ينتج بيض بقشرة جيدة. هذا هو السر، فقد عانيت من هذا المشكل وحللته بهذه الطريقة. فقد وضعت عظم السيبيا، وضعت عظم حبار الفخار رمل البحر، كل هذا لم يجدي. وبطبيعة الحال أنا من المربين الذين يعتمدون فقط الطريقة الطبيعية التي لا تحتاج، ولا فأنا أحب صراحة المواد الكيميائية. إذا السر هو المياه المعدنية، أقدمه لطيوري، وحتى الآن لم أعاني من هذا المشكل مع هذه الأمتة. وقد إذا أردتم تلقوا نظرة على البيض فلتشاهدوا الفيديوهات السابقة. شكرا، وإلى اللقاء في فيديو قادم.